ضروري بعد كل الفيديوهات اللي حكيت لك عنها إيدر كيف تلاقي شغل أو كيف تطور مهاراتك أو كيف تطور إنتاجية الناس أو كيف تطور إنتاجيتك، أجي أحكي لك how to work smarter not harder، كيف تشتغل بذكاء وليس إنك أنت تحط كل مجهودك في الشغل. جاسم مصطفى و no more، وخلينا نشتغل. اول خطوه عشان انت تشتغل سمارتر مش هاردر انك انت تتقن مهاره اسمها مهاره تفويض الاعمال، the art of delegation. وهذه المهاره معناها انك انت مش لازم تعمل كل شيء في ايدك، مش لازم تدقق على كل شيء، مش لازم تشيك كل شيء، مش لازم مش لازم مش لازم مش لازم، وتستثمر في اوقات ومهاره وسكيلز الناس اللي بيشتغلوا معك. لكن اذا كنت شخص بروفيشناليزم فهذه مشكله بالنسبه لك. اذا انت شخص تقدس البرفكشن، انت بيرفكشنست، فهذه مصيبة. ليه؟ لأنك راح تقضي لي إياها مايكرو تشيكينج ومايكرو مانجمنت، وهذا الحكي ما بزبط. إذا بدك تعمل ديليجيشن you have to be doing macro management، ما تشيك على كل شيء وتثق بالفريق تبعك. المهارة الثانية اللي لازم تعملها أو الخطوة الثانية اللي لازم تعملها علشان تشتغل سمارتر إنك أنت تركز على الأعمال ذات الإمباكت طويل الأمد أو ذات الإمباكت الكبير، إنك أنت تنجز المهام اللي بتمشي سير عمل عدد أكبر من الفريق أو بتمشي سكوب أكبر من السكوب الموجود عندك أو جزء من الأعمال الكبيرة اللي موجودة عندك، وهذا بنسميه focus on high impact tasks. والشغلة الثالثة اللي لازم تكون تعملها ضروري عشان تعمل هذا الهدف السامي إنك أنت تجمع الأشياء اللي شبه بعض وتعملها مع بعض. يعني هذا إحنا إيش بنسميه the art of grouping your tasks أو batching your tasks. شو معناته؟ معناته إنه أنت لما تجمع عدد أكبر من التاسكس مع بعض الـ learning curve تبعهم بتخلص مرحلة التعلم تبعتهم، بعدين تمشي كتير smoothly وكثير بسرعة في إنجاز بقية الجزء اللي أنت ضل عندك بعد ما خلصت مرحلة التعلم. يعني مثلا على سبيل المثال عم بعطيك تاسك إنك أنت مثلا تفك هذا القلم اللي يا رب ينفك، بعدين ترجع تركبه. فأنت أول ما أعطيك هذا القلم أنت ما بتعرف من وين بينفك، فراح تدور عليه من وين بينفك. أوكي عرفنا، تحاول تلف ولف ما نفك معك، بعدين تحاول تعمل هيك أوكي نفك معك، أوكي طلع فيه بطارية جوا شلتها رجعت ركبتها، أوكي فاين خفت لما كبست تأكدت بشتغل. فهذا الوقت اللي أخذه منك أول قلم أو قلمين أو ثلاث أو مجموعة من الأقلام هي عبارة عن الـ area of learning curve اللي راح تاخذ معك وقت. بعديها you will be performing من غير ما تصرف وقت، تصير طول القلم تعمل هيك عارف انه راح يوقع منه بطارية ترجعه تحطه على الجهة الثانية، طول اللي بعده تعمل هيك عشان ما توقع البطارية ترجعه and so on. فانت فعليا once you group them all انت مش كل مرة عم تسوي قلم عم ترجع تتعلم شو اللي عم بوقع منك وكيف عم بفتح وكيف عم ترجع تركبه وكيف عم بتحطه في مكانه، لا انت في اول مرة تعلمت، ثاني مرة تعلمت، ثالث مرة صرت سريع. لكن اذا في عندك 20 قلم وخلال اسبوع وزعت ال 20 قلم فانت ممكن كل مرة او مرتين بدك تعمل هاي الشغلة راح ترجع تكون ناسي اصلا شو اللي تعلمته، في you will be going through the learning curve كل مرة وتضيع وقت. فtry to group your tasks مع بعض. النقطة الرابعة اللي لازم تعملها انه انت فعليا رتب اعمالك حسب طاقتك وانتاجيتك بالنسبة للوقت من خلال اليوم. يعني انت you can say انه you are organizing او leveraging your internal clock. متى انت بتكون في اعلى مستويات طاقتك للانجاز ومتى بتكون كثير motivated للانتاج تحط فيها التاسكس اللي بدها هذا الحكي واللي بتغلب واللي بدها تفكير وبدها تركيز والى اخره. فانت اكتر واحد بعرف حالك متى بتكون انتاجيتك كثير عالية وبتستوعب كثير وقادر على الانجاز تحط فيها التاسكات اللي بيحتاج هذا النوع من الطاقة والباقي بتوزعه على يومك كله. النقطة رقم 5، اعرف كثير منيح متى لازم توقف شغل او متى لازم تاخذ بريك او متى لازم تبطئ شوي او تخفف التركيز اللي انت بتشتغل عليه. وبرضو انت اكتر واحد تعرف متى راح تحتاج هذا الشيء. ليه؟ لانه continuous pressure means less productivity. هاي امور معروفة دائما. وهذا الشيء ممكن تقدر تحدده انه انت مثلا لما تكون قاعد بتقرأ اشي بالشغل وتعيد قراءة الجملة اكثر من مرة وما تستوعب شو بتحكي وتعيدها كمان 50 مرة وما تستوعب، that means انه وقف خد بريك او وقف شغل لهذا اليوم. طبعا بيختلف بطبيعة العمل اللي انت بتنجزه. النقطة رقم 6 من النقاط الكثير مهمة، لا تستنى التحفيز لا من اشخاص ولا من نفسك. عبين ما يجي عبالي اسوي الشغل، هلا مش جاي عبالي اسوي الشغل، انا بستنى عبين ما الساعة تصير 4 بالضبط لاني ما بحب الكسور، 4 على 5 ما بحب ابلش. بلش واشتغل وانجز. ليه هذا الحكي؟ لانه طول ما في اشي انت عليك تعمله ومش مخلصه راح تضلك متوتر وبتفكر فيه ومضغوط، لا خلصه وشيله عن كتافك. وهذا شيء معروف بالحياة بشيء اسمه ذا زيجارنيك افكت، اقرا عنه. النقطة رقم 7 عشان تكون تشتغل سمارتر نت هاردر،
رتب محيطك وشيل كل الأشياء اللي ممكن إنها هي تشتتك. وهذا الشيء من أهم ركائز اللين مانجمنت إذا بتحب تروح تقرأ عنها. وحسب فوربس بيحكي لك لو كان تلفونك جنبك وإنت ما عم تستخدمه وجوده حضوره في المكان بنزل إنتاجيتك بنسبة 20%. تخيل. والنقطة رقم 8 اللي كلنا يمكن بنعملها واللي حكيتها إيذر يوميا بشغلك أو بأهداف بداية السنة، لما بدك تحط أهدافك في بداية السنة ما تيجي متحمس في بداية اليوم ومصحصح وشارب قهوتك أمورك تمام ومبسوط وسعيد، ما بعرف سبب سعادتك بس جاي سعيد كثير، تروح تسلخ لحالك 500 تاسك على التدو ليست تبعك، مش هتعمل منهم ولا إشي. حط تدو ليست تكون لوجيكال ورياليستيك وانت بتقدر تنجزها، وكل ما كانت أقل كل ما كان أحسن، بس تنجز الأعمال المهمة واللي لازم عن جد تنجزها. والنقطة رقم 9 to work smarter، نظف مكتبك كثير. نظفه نظفه جد نظفه، يعني ليش؟ لأنه بحكي لك تنظيف المكان يقلل من إفراز هرمون التوتر، ستريس هرمون كورتيزول. والله حسيت حالي دكتور. وبحسب دراسة من مركز UCLA فاصلة من فوق S Center on Everyday Lives of Families، هاي الدراسة شو بتحكي لك؟ نظف كل شيء، مش بس تنظف مكتبك، نظف البرامج اللي على الديسكتوب اللي مش مهمة، والفايلات اللي على الديسكتوب اللي مش مهمة، والفايلات اللي على جهازك اللي مش مهمة، والإيميلات اللي مش مهمة، نظف كل هذا الحكي عشان تكون عم تشتغل أزبط. والمروق بالكو. والنقطة رقم 10 من النقاط اللي كثير بحبها، مش بس هلأ في شغلي ولا بس في أيام الجامعة، من أيام المدرسة، بقول لك اشتغل على blocks of 90 minutes، يعني 90 على 10. شو يعني 90 على 10؟ يعني اشتغل ساعة ونص أو 90 دقيقة وخد لك بريك 10 دقائق أو 20 دقيقة. ليه؟ في دراسات أثبتت إنه المخ تبعنا بيشتغل على blocks of ساعة ونص، بعدين بصير عم بيشتغل بدون أي تركيز وبيفصل أصلاً، وأنت بتكونش قاعد تشتغل بس أنت قاعد تخوث على حالك وتخوث على الناس. فالفكرة في الموضوع إنه اشتغل ساعة ونص وريح لك 10 دقائق لعشرين دقيقة، اشتغل ساعة ونص وريح لك 10 دقائق لعشرين دقيقة. حتقول لي وال مديري بده يرضى، يا زلمة ما أنت إذا بتدخن أو اللي بيدخنوا بيطلعوا كل شوي بياخدوا سيجارة أكثر من 10 دقائق، فأنت فعلياً ساعة ونص بعشر دقائق. لهون بكون حكيت لك 10 نقاط كثير حلوة جوابا على سؤالك اللي ما سألتني إياه، اللي هو كيف أشتغل بطريقة أفضل وبذكاء أكثر وليس بتعب أكثر. Top 10 tips to work smarter not harder. Good luck.